مربعانية الشتاء هذا العام تبدأ يوم الثلاثاء أو ما يسمى بالانقلاب الشتوي. حقائق وتفاصيل هامة عن المربعانية وعن الانقلاب الشتوي لهذا العام بعد هذا الفاصل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن تبدأ ما يسمى بالموروث المحلي المربعانية أو الانقلاب الشتوي يوم الثلاثاء في 21 من ديسمبر كانون أول. هذا العام 2021-2022 يتوقع أن تبدأ تحديداً المربعانية في الساعة 6:58 مساء بتوقيت مكة المكرمة ليوم الثلاثاء. هذا اليوم يعتبر هو طبعا بداية فصل الشتاء من الناحية الفلكية وفي نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية، في حين في ذات اليوم يبدأ ما يسمى بفصل الصيف لكن في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. في هذا اليوم يكون الليل هو أطول ليل والنهار هو أقصر نهار يسود في الأردن وفي سائر الدول في نصف الكرة الشمالي. أيضا في هذا اليوم أو يستمر فصل الشتاء لمدة 90 يوما من الناحية الفلكية، وينتهي أو تنتهي فصل الشتاء من ناحية الناحية الفلكية في الاعتدال الربيعي الذي يصادف في 21 من أذار مارس. ينقسم فصل الشتاء من الناحية الفلكية إلى فترتين. الفترة الأولى هي فترة مربعانية الشتاء والتي تستمر 40 يوما وتنتهي في نهاية شهر كانون ثاني، ويعقبها فترة خمسينية الشتاء وهي أيضا فترة 50 يوما. تنتهي مربعانية الشتاء أو تبدأ محليا ما يسمى بمربعانية الشتاء وتنتهي في نهاية شهر كانون ثاني يناير، وترتبط ويرتبط الموروث المحلي كثيرا بمربعانية الشتاء إما بالأمثال أو حتى بكثير من المواقيت التي تعتمد من الناحية الشعبية. تعتبر هذه الفترة هي الفترة الأبرد من الناحية المناخية عندما ننظر إلى سجلات إدارة الأرصاد الجوية المناخية، فنجد أننا نجد في هذا الفترة وفي هذه فترة المربعانية درجة الحرارة العظمى فقط تصبح معدلها 13 درجة مئوية في ساعات النهار، وتصبح معدل درجة الحرارة الصغرى 4.7 درجات، وهي فترة باردة للغاية من العام. أعلى هطول مطري حدث في المربعانية في الأرشيف المناخي بحسب إدارة الأرصاد كان في موسم عام 73-74، هذا الموسم الذي شهد في شهر في فترة المربعانية ما مقداره 215 مليمتر من الأمطار فقط خلال هذه الفترة. 215 مليمتر من الأمطار في عمان توازي قريب من معدلها ما يهطل خلال كامل فصول الموسم المطري أو شهور الموسم المطري. بالرغم من أن المربعانية تتسم بوجود الأمطار الوفيرة، لأن بعض الحالات شهدت بها المملكة حالات جفاف، فمثلا أجف مربعانية تأثرت بها المملكة كانت عقب العاصفة الشهيرة أليكسا في عام 2013، إذ لم تهطل في مربعانية تلك العام أي أمطار في سابقة تاريخية في ذلك الوقت. أيضا تسجلت أعلى درجة حرارة في المملكة في المربعانية بالرغم من أنها مربعانية لكنها كانت في مدينة العقبة بواقع 31.5 درجة، وذلك في 3 من كانون 2 للعام 1959، وذلك طبعا بحسب سجلات إدارة الأرصاد الجوية. وسجلت أقل درجة حرارة في العاصمة عمان في فترة المربعانية كان ذلك في 2 من يناير كانون 2 لكن في العام 73 إذ سجلت 7.5 درجات تحت الصفر. أيضا سجلت أقل درجة حرارة في الأردن في المربعانية بشكل عام، المعلومة السابقة كانت العاصمة عمان لكن في الأردن بشكل عام كانت في منطقة الشوبك سجلت 14 درجة تحت الصفر، وذلك في 7 من يناير كانون 2 للعام الشهير بالثلجات العام 1992. تبدأ مربعانية هذا العام ودرجات الحرارة أقل وأبرد من المعتاد، حيث تسجل درجات حرارة منخفضة للغاية. معدل درجة حرارة كما ذكرنا ما بين 13-14 درجة مئوية، ومربعانية هذا العام تبدأ ودرجات الحرارة دون ذلك بكثير. أيضا تبدأ مربعانية هذا العام بحمد الله متزامنة مع منخفض جوي مصنف بأنه من الدرجة الثالثة ومحمل بكميات وفيرة من الأمطار، وبحسب
الموروث الشعبي الذي يقول بأن مربعانية الشتاء عندما تبدأ على جفاف فإنها تبقى على جفاف، وعندما تبدأ على أمطار فإنها تبقى ماطرة. نسأل الله تعالى أن تستمر هذه المربعانية وأن تكون مليئة بالأمطار الوفيرة. تشير توقعات طقس العرب الصادرة سابقا بأن مربعانية هذا الشتاء يتوقع أن تشهد أمطارا حول المعدلات المعتادة إجمالا، مع تحسن في واقع الموسم المطري كلما دخلنا ومر الوقت في المربعانية، بينما يتوقع أن تكون درجات حرارة إجمالا في هذه الفترة فترة المربعانية أبرد مما هو معتاد عليه، أي أبرد من معدلات المناخية لدرجات الحرارة. تشير أيضا ذات التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في فرص ارتفاع تشكل السيول. أيضا إحصائيا المربعانية هذا العام لديها فرصة عالية لأن تشهد تساقطات ثلجية، إذ أن 45% من السنوات المتشابهة مع هذا العام في فصول الشتاء تعرضت المربعانية بها إلى تساقطات ثلجية في تلك الفصول المشابهة. هذه كانت حقائق سريعة وهامة وتوقعاتنا المختلفة لمربعانية الشتاء، تلك المربعانية التي تبدأ عادة ب 21/12 وتستمر حتى نهاية شهر 31/1، التي نسأل الله أن يجعلها فترة خير وبركة ومليئة بالأمطار الوفيرة والثلوج لمن يحب الثلوج إن شاء الله. دمتم دائما بخير ومحبة، وكل عام وأنتم بألف خير.